أصحاب السعادة، زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات، أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في احتفالات فعاليات إدارة تعليم جازان التي يرعاها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وهي تأتي في إطار احتفالات وزارة التعليم بهذا اليوم الوطني العظيم. إنه يوم الامتنان، الامتنان لله سبحانه وتعالى على هذه القيادة الكريمة في هذا الوطن العظيم، الامتنان لملوك هذه الدولة السعودية ابتداء من الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومرورا بالعظماء من ملوك المملكة العربية السعودية، وانتهاء بملك الحزم والعزم والنماء والازدهار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، امتنان لقائد الرؤية ولي عهد البلاد محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي أخذ بيد هذا الوطن نحو القمة، إنها همة حتى القمة. إنه وطن كالغيث ترتوي منه قلوب المحتاجين في كل أرجاء الأرض، وطن يلتفت إليه العالم لأنه محل الريادة والقيادة في مجالات السياسة والاقتصاد. نحن سعوديون، سعوديون يتخضبون بطين هذه الأرض الطيبة ويتعطرون بزاكي دماء الشهداء، سعوديون يحملون في أيديهم علم المملكة العربية السعودية، وسعوديات يعتمرن على رؤوسهن بيرق العز والمجد والتمكين، وسيبقى هذا البلد رائداً وقائداً لكل بلاد الدنيا، وستبقى المملكة العربية السعودية موطن العز والمجد والعلياء.